السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ دراسة حالة لمسألة إنه بدنا نحلها بالخوارزميات الجينية. الحالة هذه إنه إحنا بدنا نعمل جدولة لصيانة محطة الكهرباء باستخدام الخوارزميات الجينية. طبعا في هاي دراسة الحالة اللي راح ناخدها راح نشوف بشكل متكامل من البداية إنه إحنا كيف ممكن نعمل formulation للvariables أو للكروموزومز اللي الخاصة بهاي المشكلة، بالإضافة لتصميم الفيتنس فانكشن والكروس أوفر أوبريتور والميوتيشن أوبريتور، ونشوف كيف نشغل الألغوريثم. فهو عبارة عن مثال حقيقي لاستخدام الجيناتيك ألغوريثمز في 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 ريال أبليكيشن. في الحقيقة المينتيننس سكيجولينج بروبلم هذه تعتبر من المشاكل اللي مش يعني اللي ممكن نحن نحلها باستخدام دمج بين سيرش تكنيكس والهيريستكس. وهذا النوع من المشاكل عادة انه هو يعني من المشاكل المعقدة والصعبة، يعني انه هو يعتبر NP complete problem non-deterministic polynomial complete problem، واللي مش ممكن حلها بطرق البحث التقليدية. وفي الحقيقة انه السكيجولينج يعني انه بيتضمن على تنافس بين resources محدودة، تمام؟ وعادة انه هاي الريسورسز انه بتكون انا في عندي يعني مجموعة من الكونسترينز اللي انا بدي اقيد فيها هاي المشكلة. طبعا عشان انه احنا نحل هاي المشكلة بدنا نعمل تطوير لخوارزمية جينية لحل هاي المشكلة. والخطوات انا عندي كالتالي. طبعا اول خطوة انا عندي انه بدنا نحدد انه البروبلم، وبدنا نحدد ايش هي القيود، وبدنا نحدد الاوبتيمم كريتيريا. طبعا هذا بيتضمن كذلك انه الكونسترينس هي يعني كذلك انه بتتضمن المتغيرات. طبعا المتغيرات هذه بدنا نمثلها على شكل كروموزومز، بدنا نوجد طريقه للتمثيل. طريقه التمثيل هذه نقطه كثير مهمه. النقطه الثالثه بدنا نعرف الفيتنس فانكشن، تمام، عشان انه نقدر نعمل ايفالويت للكروموزوم هذا هل هو جيد او سيء، طبعا انه كاداء يعني. والخطوه الرابعه بدنا نعمل بدنا نبني او نعرف الجينيتك اوبريتورز. والخطوه الخامسه بعد ما يجهز هذا الكلام انه ببساطه بدنا نعمل ران للجينيتك الجوريثم ونعمل تونينج للباراميترز. الباراميترز انه ممكن تكون انا عندي عدة باراميترز، انه ممكن انه ادول لكم اياها هنا، يعني على سبيل المثال اللي هي عبارة عن البي سي، كذلك البي ام ممكن نلعب فيها، كذلك البوبيليشن سايز الام، كذلك النمبر اوف جينيريشنز اي، تمام. هاي الشغلات اللي احنا ممكن انه احنا نلعب فيها. كذلك ممكن هذه الباراميترز تبعت الجينيتك الجوريثم. كذلك انا في عندي شغلات خاصه متعلقه بالخطوات السابقه كلها بطريقه التمثيل، يعني ممكن يكون في عندي اكثر من طريقه تمثيل وكلها تعتبر صحيحه، ولكن انه ممكن تكون طريقه افضل من طريقه. كذلك الكروس اوفر والميوتيشن اوبريتورز، هذول الجينيتك اوبريتورز انا معني بتعريفهم، فبالتالي انه ممكن يكون انه اوبريتورز افضل من اوبريتورز ثانيه، كذلك انا بدي اختارهم بعنايه. كذلك الفيتنس فانكشن انه ممكن يكون في عندي يعني اكثر من طريقه للفورميليشن للفيتنس فانكشن، وكلها تعتبر صحيحه، ولكن انه ممكن تكون واحده افضل من الثانيه لانه بتاخذ بعين الاعتبار كل الاشياء المطلوبه مني، تمام. طيب نيجي للمشكلة. أنا في عندي سبعة يونتس، سبع مولدات للكهرباء أو سبع يعني وحدات لتوليد الكهرباء، تمام. وأنا في عندي يعني اليوم مقسم عادة لأربع فترات متساوية. الفترات هذه إنه هيها محددة هنا. الماكسيموم لود في الفترات هذه للأربع فترات إنه أول فترة 80 ميجا وات، ثاني فترة 90 ميجا وات، ثالث فترة 65، والفترة الرابعة 70 ميجا وات. طبعا التوزيع هذه يعني تعتبر طبيعية، عادة شركات الكهرباء إنه بتكون
بتوزع او انه اللود او حمل الكهرباء على يعني في مدينة معينة او في منطقة معينة انه بيختلف في فترات النهار، يعني الفترة الصباحية انه ممكن يكون في سحب كبير على الكهرباء، انه الكل بيستيقظ والكل بده يستخدم الكهرباء مثلا في تسخين المية او بده يعمل قهوة او شاي وما الى ذلك. طبعا الفترة الثانية اللي هي فترة انه ذروة العمل، تمام. بعديها في فترة انه بتكون انا في عندي الاستهلاك فيها قليل، انه بتكون انه فترة العودة يعني ما قبل العودة للمنازل، ممكن تكون انه فترة العودة للمنازل لغاية المساء انه بتكون هاي الفترة. طبعا هذا الكلام بيختلف من مدينة لمدينة ومن منطقة لمنطقة ومن دولة لدولة، لكن تعريف هدول الفترات مهم جدا جدا في جدولة محطة الكهرباء وتوزيع الأحمال فيها. طبعا لو انا بدي اعمل صيانة لوحدة من الوحدات السبعة هدول، تمام، انا في عندي سبع وحدات بتولد الكهرباء، لو بدي اعمل صيانة لاي وحدة من هدول الوحدات، طبعا الصيانة بدها تبدأ في بداية الفترة من الاربع فترات هدول، تمام، وبنتهي في نهاية الفترة، تمام. والصيانة مش ممكن انه احنا نوقفها خلال يعني انه اذا بدأت الصيانة مش هنقدر انه احنا نوقفها، او انه احنا ممكن انه احنا ننهيها قبل فترة قبل الفترة. يعني ذلك انه على سبيل المثال انا عندي النهار ثلاث اربع فترات، انه الفترة الثالثة بدينا صيانة لوحدة معينة، تمام، الصيانة هذه ما بتنتهي الا بنهاية الفترة، بنقدرش انه احنا نحمل الوحدة هذه او نشغلها، تمام، خلال منتصف هذه الفترة. ليش؟ لأنه هي تعتبر في فترة صيانة، بعد ما تنتهي الفترة هذه أنه بيكون فينا الخيار أنه احنا نشغلها، يعني نعطي عليها حمل أو لا. طبعا المطلوب أنه يكون النت ريزيرف للباور سيستم لازم يكون أكبر من أو يساوي الصفر، تمام، في أي فترة معينة. وفي نفس الوقت أنا بديش إياه يكون كبير. كيف يعني؟ الآن ليش أنا بدي إياه أكبر يكون من الصفر؟ لأنه لو كان أقل من الصفر معنى ذلك أنه أنا حيكون في عندي عجز في الكهرباء، ولو كان أكبر من الصفر كتير معنى ذلك أنه أنا في عندي كهرباء فائضة، يعني أكتر من الاستهلاك، تمام؟ ويعني الفترة الأولى يعني على سبيل المثال أنا مطلوب مني 80 ميجا وات، تمام، جدولت الصيانة وكان أنا عندي الوحدات السبعة اللي أنا بدي أحملها أنه بتطلع لي على سبيل المثال 60 ميجا وات، فبالتالي في عندي عجز 20 ميجا وات، لأنه إحنا خرقنا هذا الكونسترينت أنه هو لازم يكون أكبر من الزيرو في أي فترة، لازم أنه يكون أكبر من الصفر، هو الآن صار بالسالب ماينس 20، تمام. هاي الشغلة الأولى. والشغلة الثانية أنه لنفترض أنه أنا في عندي توليفتين، التوليفة الأولى بتعطيني فائض 20 ميجا وات، تمام، والتوليفة الثانية بتديني على سبيل المثال 80 ميجا وات فائض، يعني أنه أنا بولد 160، 80 هي المطلوبة في الفترة هذه و80 فائض. طبعا هاي المحبذ أنه أنا أستخدمها. ليش؟ لأنه هذه عبارة عن طاقة مهدورة طبعا، والوقود بيكلف يعني بيكلف، فبالتالي انه يعني هدر للمصادر وللموارد وللوقود وللتكلفة ولكل هاي الامور، فبالتالي انا بدي احافظ على هدول التو كونسترينتس او هدول القيدين اللي يعني نوعا ما انه انا بديش يكون في عندي عاجز في الكهرباء، وفي نفس الوقت انه انا بدي يكون ما بدي يكون في عندي تبذير في النت ريزيرف او الفائض من الكهرباء. طبعا السبع وحدات هدول انه هاي المواصفات تبعتهم، هاي من الوحده الاولى لغايه الوحده السابعه، تمام. طبعا كل وحده في لها كاباسيتي، عندها قدره يعني ماكسيموم كاباسيتي لتوليد الكهرباء. الوحده الاولى ممكن تطلع لي 20 ميجا وات، الثانيه 15، الثالثه 35 وهكذا، تمام. طبعا مواصفات الوحدة الأولى إنه لو أنا بدي أجي أعملها صيانة بتحتاج لفترتين من الصيانة، بقدرش إنه أنا أعملها صيانة في فترة واحدة، بتاخد فترتين، يعني هيك طبيعتها، هيك مواصفاتها، تمام. والوحدة الثانية كذلك إنه
بتحتاج لفترتين في الصيانة، باقي الوحدات بتحتاج لفترة واحدة في الصيانة. تمام؟ فبناء على المعطيات هذه أنا بدي أجدول مين أشغل، مين أحط on ومين أحط off، تمام، من هدول، بحيث أنه يديني في كل فترة الميجا وات المطلوبة وما يكونش في فائض كتير. هذا المطلوب من المسألة. طيب نيجي الآن لأول خطوة اللي هي الجين بولز. أنا بدي أمثل الكروموزوم. طبعا حسب المواصفات إن حكينا أنه الوحدة الأولى والثانية بتحتاج لفترتين صيانة. فترتين الصيانة هذه ممكن تكون أنه في أول فترتين، أو الفترتين اللي في النص، أو الفترتين اللي في الآخر. تمام؟ ما فيش غير هيك، لأنه لازم تكون الفترتين هدول متواليات. يعني ما بينفع أنه أنا أجي أقول أنه والله أنا بدي أعمل صيانة هذه بتحتاج فترتين، ممكن أعملها الفترة الأولى، الفترة الثانية لا، الفترة الثالثة لا، والفترة الرابعة. هذا الكروموزوم غلط، منفعش. طبعا هاي الوحدة بتحتاج لفترتين متتاليات في الصيانة. فبالتالي طبعا هنا واحد انه يعني فترة صيانة، وصفر يعني انه يعني خارج فترة الصيانة. فبالتالي فترة الصيانة انه ممكن تكون الفترة الاولى والثانية، او الثانية والثالثة، او الثالثة والرابعة. ما فيش اي احتمال غير هدول. ونفس الشيء اليونت الثانية، نفس الفكرة، انه الفترة الاولى والثانية، او الثانية والثالثة، او الثالثة والرابعة. ما فيش غير هيك. تمام؟ لكن باقي الوحدات من 3 ل 7 تحتاج لفترة واحدة. الفترة هذه ممكن تكون الفترة الاولى، ممكن تكون الفترة الثانية، ممكن تكون الثالثة او الرابعة. فبالتالي هنا الجين بول تبعتها انه فينا عندي 4 احتمالات لها بهذا الشكل. فبالتالي الان انه احنا فهمنا انه هذه انا خلاص ما بقدرش انه انا استخدمها. فبالتالي انا عندي الوحدة الاولى والثانية الجين بول انه حسحب من هدول. تمام؟ واليونتس من 3 ل 7 ممكن احسب اسحب الجين تبعها انه اي واحدة من هدول. طبعا الجين اذا بتذكروا انه هي عبارة عن وحدة من وحدات الكروموزوم. هدول كلهم انا بدي اجمع ويشكلوا لي الكروموزوم. فكيف حيكون شكل الكروموزوم؟ فحيكون شكل الكروموزوم انه انا عندي بهذا الشكل، انه انا اقول انه انا في الوحدة الاولى ارتبهم ورا بعض زي هي، كل واحدة انه 4 بت، لانه 4 فترات، يونت 1، يونت 2، 3، 4 الى اخره. فبالتالي 7 في 4 28 بت. فبالتالي الـ يعني هذا كروموزوم من الكروموزومات. يعني انه قد يكون انه يونت 1 انه الفترة الاولى خارج الصيانة، الفترة الثانية والثالثة انه بتكون في الصيانة، الفترة الرابعة خارج الصيانة، ويونت 2 انه الفترة الاولى والثانية خارج الصيانة، والثالثة والرابعة بتكون داخل الصيانة، ويونت 3 انه الفترات كلها خارج الصيانة، اخر فترة الفترة الرابعة داخل الصيانة، وهكذا. فبالتالي انا بدي اطلع توليفة بحيث انه اشوف انه هذه قديش بتطلع. هذه بتطلع 20 ميجا وات. تمام؟ 20 ميجا وات، 20 ميجا وات انه الفترة الاولى شغالة. فبالتالي انه هذه 20 ميجا وات. يونت 2 شغالة. تمام؟ قديش بتطلع؟ برجع هنا 15. طبعا هذا الكلام انه انا بحكي على اي واحد، على الانترفال الاولى. يعني انا بتطلع على البيت هذا، على البيت هذا، على البيت هذا، على البيت هذا، وهكذا. تمام؟ فبالتالي انه هذه اليونت 2 و3 انه شغلت، بشوف قديش الميجا وات تبعتهم. يونت 4 لا مش شغالة، فبالتالي انه هنا بيكون زيرو. طبعا هنا يونت 3 بدنا نرجع قديش كانت، 35، 35 بهذا الشكل. فبالتالي انه 20 زائد 15 زائد 35 زائد 0، تمام، زائد انه مقدار معين لانه هنا شغالة. تمام؟ وهكذا، زائد مقدار معين، زائد 0. 0 ليش؟ لانه هذه في الصيانة بهذا الشكل. فبالتالي انه بجيب المجموع قديش وبشوفه انه هل هو في الفترة الاولى بغطي 80 وات ولا لا. تمام؟ فهي الفكرة تبعتها في الكروموزوم. نيجي الان للكروس اوفر.
طبعا الكروس اوفر هي عبارة عن عملية تبادل الجينات، واحنا اتفقنا انه هذا كله بيمثل جين، والجين مكون من 7 كروموزومات. 7 كروموزومات يعني الكروموزوم مكون من 7 جينات، كل جين ليونت معينة بهذا الشكل، والتبادل بيكون عادة للجينات، فبالتالي انه بدوش يصير تبادل لبيتس، بده يصير تبادل لجينات، فبالتالي انه انا بختار مقطع معين بده يصير عليه الكروس اوفر، ما بنفع ان انا اختاره هنا تمام او اي مكان عشوائي هنا تمام، بده يكون يا اما هنا عند المنطقة هذه او هذه او هذه او هذه او هذه، بحيث انه يكون في نقل لجين لجينات بالكامل، مش انه اقتطاع من جينات معينة. فبالتالي انه هاي لنفترض انه انا عندي بيرنت 1 بيرنت 2 تمام، وصار بده يصير بيناتهم كروس اوفر، ايش بده يصير؟ بده يصير انا عندي تبادل، هذا بده يجي هنا وهذا بده يجي هنا، المقطع هذا كله، فبالتالي انه هذا كله بده ينزل زي ما هو زي هيك تمام، وبده يكمل من وين؟ بده يكمل من هنا 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0، فبالتالي انه هنا نفس الشيء 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 بهذا الشكل تمام. فبالتالي هنا انا بدي احط قيود انه كيف بده تتم عمليه التبادل، انه في البرمجه برمجيا انه انا بدي اكون معرف الجين هذا كاوبجكت تمام، وبصير تبادل انا عندي في الجينات في مكان معين بهذا الشكل، بدي اخلي بالي منها في البرمجه الشغلات هذه. الان بخصوص الكروس اوفر، برضو الكروس اوفر بيحدث لجين كامل تمام، مش لبت. في المسائل السابقة احنا كنا نشتغل على بيت لانه كان انه بيصلح، انه كان تمثيل انه الجين هو عبارة عن بيت واحد، لكن هنا هذا عبارة عن جين متكامل تمام، وبدي انا اخذ بعين الاعتبار انه انا بدي اقلب البيت، فبالتالي انه بدي اقلب البيتس انه بدها تكون بهذا الشكل، انه هذه فترة صيانة واحدة تمام، ففترة الصيانة هذه انه انا بدي اغير مكانها، فهذا راح صار صفر وهذا صار انه واحد بهذا الشكل تمام. فبالتالي انه بدي احدث تغيير، بس في نفس الوقت انه انا بدي احافظ على الكونسترينتس اللي موجوده انا عندي من الجين بول. هذه شغله كتير كتير مهمه انه احنا نركز عليها، انه احنا نعتبر انه هذا valid جين او invalid جين بهذا الشكل. وهنا انا بدي اطلع لكم او اروح لكم في الكتاب عند شغله معينه اسمها السكيما. السكيما يعني بدنا نشوف ايش الفرق بين السكيما والكروموزوم. الكروموزوم زي ما احنا كنا شيء يعني نعرف سابقا انه انا مكون انا عندي من مجموعه من الباينري سترينجز اللي هو من الاصفار والوحايد بهذا الشكل تمام، لكن السكيما هي عباره عن انه انا في عندي قيود. ايش القيود هذه؟ على سبيل المثال انه انا بروح بحط وايلد كارد، يعني على سبيل المثال انه هذا الجين مكون من 4 بت، البت الاول لازم يكون 1 والبت الاخير لازم يكون 0 تمام. يعني على سبيل المثال انه انا مثلا انه لو بدي اعتبر هدول انه عباره عن مدن انا بدي ازورها، فبالتالي لازم يبدا في مدينه معينه وينتهي في مدينه معينه. هنا محطوط انا عندي ستار او وايلد كارد، معنى ذلك انه ممكن يكون اي جين من الجينات الممكنه، فبالتالي بناء على هذا الكلام انه من هذا السكيما ممكن يتولد انا عندي 4 جينات ممكنه ليجل، غير هيك الليجل. ايش هي؟ انه هدول 2 بيتس ممكن يكون 1 1 1 0 0 1 0 0 بهذا الشكل، والبت الاول هيو ثابت 1 1 1 والبت الاخير هيو ثابت اصفار بهذا الشكل. فبالتالي كذلك السكيما شغلة كتير 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 مهمة في تعريف انه الكروموزوم، انه الجين هذا ليجل ولا مش ليجل، او انه valid او invalid. طبعا هذا الكلام بيعتمد حسب البروبلم، اذا انت احتجت لانه انت تعرف شغله زي هيك اكيد بطبيعه الحال انه ممكن انه انت تعرفها بهذا الشكل، زي البروبلم تبعتنا انه احنا عرفنا الجين بول هنا تمام. الان نيجي ل انه بعد ما انا عرفت الكروس اوفر والميوتيشن، انه انا بدي اجي للفيتنس فانكشن. تعريف الفيتنس فانكشن، تعريف الفيتنس فانكشن انا بدي اروح لكم هنا على كتاب. الكتاب فعليا شوف كيف بده يحسب الفتنس فانكشن.
اجى حسب انه ال 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 الانترفال واحد، تمام، انه كيف بده يحسب قديش انه الميجا وات اللي هي بتعملها. فبالتالي انه هنا الصفر تمام في 20 تمام زائد صفر في 15. طبعا هذا الكلام هاي بدي احط لكم اياه هيك، وهذا ترجع على الجدول هذا زي هيك تمام. في هذا الجدول انه انا عندي هاي الجين هذا بهذا الشكل، انه الفترة اليونت واحد زيرو، تانية زيرو، تالتة زيرو، الرابعة واحد بهذا الشكل. وهنا انا بروح بضرب قديش انه هي الماكسيموم كاباسيتي، انه زيرو في 20 زائد زيرو في 15 زائد زيرو في 35 تمام زائد واحد، هاي يونت اربعة واحد تمام، يبقى انه هي في فترة الصيانة تمام ضرب 40 تمام. فبالتالي انه هذه 40. فبالتالي انه هنا احنا بنحسب فعليا انه قديش انه اللي انا حخسره في فترة الصيانة، اللي انا حخسره في فترة الصيانة هذه مش حخسر منها شيء، هذه مش حخسر منها شيء، انه هو بحسب بالعكس. لكن انا في هذا المثال ايش عملت لكم؟ عملت لكم هنا العكس، انه لما اجيت حسبت الكروموزوم اجيت حسبت انه عند فترة معينة قديش الطاقة المولدة، انه هذا صفر وهذا صفر. على فكرة بالمناسبة هدول انه لازم ينضربوا في اصفار بهذا الشكل، يعني ممكن تحسب بطريقتين. الطريقة الاولى انه انا باجي انه من الجدول انه هذا مدام انه صفر قديش الطاقة المولدة، انه بدي احسبها بطريقتين، يعني بدي احسب قديش الطاقة الناتجة او قديش الطاقة اللي انا حخسرها في الصيانة تمام. الطاقة الناتجة حيكون هذا صفر ضرب 20 زائد عفوا هذه مدام انه انا بدي احسب الطاقة الناتجة، بدي احكي بهذا الشكل الطاقة الناتجة، انه مدام انه هذه مش في وضع الصيانة شغالة، فبدي اقول 20 زائد 15 زائد هاي حكينا 35 على ما اذكر زائد هاي حكينا انه 40 حتكون صفر لانه هذه في فترة صيانة، زائد يونت 5 قديش؟ يونت 5 15 زائد يونت 6 15 برضو زائد يونت 7 مش شغالة، فبالتالي انه بدون ما انا اطلع فبالتالي انه حيكون انا عندي صفر بهذا الشكل. فبالتالي هذا عبارة عن الطاقة المولدة، هي عبارة عن 20 زائد 15 زائد 35 زائد 0 زائد 15 زائد 15 زائد 0 تمام. هذا بدي اكتب لكم عليه انه هذا عبارة عن الطاقة الناتجة. تمام؟ أو ممكن أحسب العكس، الطاقة المفقودة بسبب الصيانة. بدي أحسب فقد الفاقد، وين بدي أحسب الفاقد؟ بتروح بدي أطلع على هدول كلهم، وين في وحايد؟ أنا عندي هنا تمام؟ وعندي وين؟ هنا. فبالتالي هنا يونت 4 قديش؟ على ما أذكر 40 يونت 4 40 ويونت 7 قديش 10. فبالتالي الطاقة المفقودة بسبب الصيانة اللي هي عبارة عن 40 زائد 10 بتساوي 50 بهذا الشكل تمام. يبقى انه يا اما بتركز على هاي او بتركز على العكس، وإذا أنت حسبت واحدة بتقدر تجيب الثانية. في الكتاب هنا إيش عامل؟ عامل الطاقة المفقودة بسبب الصيانة زي ما أنا وريتكم هنا، هاي بدي أرجع زي هيك، هاي الطاقة المفقودة بسبب الصيانة حسبناها قديش طلعت معانا؟ طلعت معانا 50 تمام؟ وهنا إنه إحنا رحنا حسبناها بهذا الشكل، وين حسبنا؟ حسبنا بس إنه 1 في 40 زائد
واحد في عشرة تمام يبقى 40 في عشرة بطلع أنا عندي 50 بهذا الشكل. أوكي؟ طيب والطاقة المفقودة في الفترة الثانية على إيش بدي أطلع؟ بدي أطلع على البت الثاني في كل يونت. هاي على هذا البت واحد صفر 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 واحد صفر صفر لكل اليونتس بالترتيب بهذا الشكل. فبالتالي طلع الناتج أنا عندي 35 والانترفال الثالثة على البت الثالث من كل جين والانترفال الرابع على البت الرابع من كل جين بهذا الشكل. فبطلع أنا عندي 50 35 50 50 تمام. الآن بدنا نحسب قديش انه انا عندي الباور سيستم قديش انه هو بيختار انه عنده التوتال. التوتال انا عندي بدي اجي احسب هدول كلهم. خليني ارجع لهذه السلايد. هدول كلهم مجموعهم تقريبا 150. هدول مجموعهم كلهم تقريبا 150. فبروح بتطلع انه ايش بسوي هنا في الكتاب. بروح بعمل 150 ناقص 50 بيطلع لنا عندي 100. 150 ناقص 35 بيطلع 115. هنا 50 150 ناقص 50 زي الارقام هذول اللي طلعت فبيطلع لنا عندي 100 115 100 100 تمام. الان نيجي بنحسب النت ريزيرف قديش انا بضل لي ميجا وات تمام. في الفتره الاولى انه مطلوب انا عندي 80 وانا ولدت 100 هاي تمام. مش حكينا انه احنا انه اذا 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 حسبت واحدة بتقدر تحسب الثانية سواء انه الطاقة المفقودة بسبب الصيانة او الطاقة الناتجة تمام. فبالتالي انه الوحدة الاولى انا ولدت 100 عفوا الفترة الاولى بولد 100 الفترة الثانية بولد 115. طبعا هذا الكلام لهذا الكروموزوم احنا بنحسب لكروموزوم واحد بس للتوضيح تمام. والفترة الثالثة 100 والفترة الرابعة 100. فكمان مرة الفترة الأولى أنا بولد 100 الفترة الثانية 115 الفترة الثالثة 100 الفترة الرابعة 100. الآن في الفترة الأولى إذا بتتذكر أنه في بداية تعريف المشكلة هيو هنا بحكي لك أنه أنا في عندي أربع فترات. الفترة الأولى لازم تكون 80 الفترة الثانية 90 65 70. فبناء على هذا الكلام الفترة الأولى أنا ولدت 100 ومطلوب مني 80 يبقى قديش زيادة؟ 20. هذا هو النت ريزيرف. والفترة الثانية أنا ولدت 115 ومطلوب مني 90 يبقى زيادة 25. والفترة الثالثة ولدت 100 تمام؟ يعني يعني حسب التوليفة هذه ومطلوب مني 65. فبالتالي النت ريزيرف أو الفائض أنا عندي 35 وهنا أنا الفائض أنا عندي 30 بهذا الشكل تمام؟ فبالتالي اكثر فتره انه فيها اللوست نت ريزيرف انه 20 وفي نفس الوقت كلهم اكبر من الصفر. يعني ما فيش عندي عجز في الكهرباء. يبقى الشرط الاول انا حققته انه هذا الكروموزوم انه حقق الشرط الاول انه يكون فائض او نت ريزيرف اكبر من صفر. فبالتالي انه كلهم اكبر من صفر تمام. بس في نفس الوقت احنا بدناش اياه يكون كبير كتير لانه بدناش يكون في فاقد كبير في الكهرباء تمام. هذه الجينيتك اوبريتورز وهيك احنا بندخل في في الرمز. بعد ما عرفنا هذا الكلام بعد ما عرفنا للكروس اوفر تمام وبعد ما عرفنا الميوتيشن خلاص وعرفنا كل حاجة انه وعرفنا كيف انه تنحسب الفيتنس فانكشن باجي الان انه انا بدي اشوف كيف البرفورمانس عند لما تكون انا عندي البوبيليشن 20 كروموزوم في البوبيليشن 20 كروموزوم في البوبيليشن تمام. والان هي 20 والبروبابيليتي تبعت الكروس اوفر 0.7 والميوتيشن 1 من 1000 تمام. طبعا هذا بعد 50 جيل طلعت انا عندي التوليفه هاي. التوليفه هذه انه الفتره الاولى بده يكون انا عندي اوف يونت 4 و5
تمام. هذا الحل اللي انا وصلت له عند الجيل 50، طبعا هذا البيست سوليوشن بهذا الشكل. والفتره الثانيه بده يكون اوف 2 و7، وخلال الفتره هذه بده يكون انا عندي مولد تقريبا 95، تمام. عفوا انه هنا 80 اعتقد، وهنا 75، او اعتقد انه هي موضحه في الكتاب. هاي هاي هنا. هذا البار بيمثل انه قديش انا مطلوب انا عندي من الباور المطلوبه. الباور المطلوبه في الانترفال الاولى 80، وفي الثانيه 90، هيها زي هيك، وفي الثالثه 65، هيك مزبوط. والفتره الرابعه قديش؟ 70 على ما اذكر، بالضبط زي هيك. فبالتالي هذول البارز بتمثل انه قديش الباور المطلوبه. الباور المطلوبه هنا 80، هنا 90، هنا 65، هنا. فبالتالي هدول البارز بيمثلوا انا عندي بهذا الشكل، لانه اكتب لك اياهم هنا. هدول هذه الفتره 80، هنا 90، هنا 65، وهنا 70، تمام. هنا اختار انه في الفتره الاولى انا عندي انه يكون يونت 4 ويونت 5 اوف، فبالتالي هنا انه النت ريزيرف انا عندي 15 في الفتره الاولى، الفتره الثانيه 35، الفتره الثالثه 35، والفتره الرابعه 25. هدول لو جمعتهم النت ريزيرف في الاربع فترات بيطلع انا عندي 100 ميجا وات بهذا الشكل. نجرب نعمل تونينج هذا الكلام 50 جنريشن. نيجي نغير، ايش غير هنا؟ هنا عامل 100 جنريشن، والباراميتر هاي نفس ما هي، ما غيرش ولا شيء، تمام. فبالتالي ايش طلع معايا؟ طبعا هذا نفس الكلام، هنا 80، هنا 90، هنا 65، وهنا 70، تمام. هنا اللي النت ريزيرف انا بيختلف، انه هنا كان 15 وهنا 40، وهنا 25 وهنا 20 وهنا 25 بهذا الشكل، تمام. وهنا انه بيطلع لك انه ايش اللي بده يعملهم، بده يدخلهم في الصيانه. فبده يعمل جدول للصيانه 1 و7، 1 و2، 2 و3 و6 بهذا الشكل، تمام. لاحظ انه يونت 1 انه في فترتين متتاليتين في الصيانه، ويونت 2 هيهم فترتين متتاليتين في الصيانه زي الكونسترينتس المطلوب، تمام. والفتره الرابعه بده يدخل يونت 4 ويونت 5 في الصيانه بهذا الشكل. وهنا قديش النت ريزيرف؟ 40 25 20 25. هدول لو جمعتهم انه طول الفترات انت بيكون في عندك فائض طول النهار 110. لو قارنا بالسابق، السابق كان 100 ميجا وات، تمام. فبالتالي انه ممكن نحكي انه لغايه الان هذا السوليوشن هو الافضل. نيجي نشوف، نغير شو غيرنا؟ انه احنا غير هنا انه عدد الجينيريشنز، عدد الكروموزومز غيرهم، صاروا 100 بدل ما كانوا 20. الكروس اوفرز 0.7، وهنا ليميتيشن 1 من 1000، تمام. وهنا الميوتيشن ريت انه حطوا 1 من 1000، تمام. فبالتالي هنا 80 90 65 70، هنا حط انه يعني بده يعمل صيانه بس ليونت 3 انه 35، هنا يونت 1 و2. لاحظ انه يونت 1 و2 هذا بيقتضي انه يكون انا عندي يونت 1 و2 في الفتره اللي بعدها بدهم يعملهم صيانه، ودخل معاهم 5 و7 بهذا الشكل، تمام. وهنا يونت 4 و6، والنت ريزيرف 35 25 25 25، بطلع انا عندي 110 انه الفائض بهذا الشكل. ففعليا انه يعني كل حل انه بطلع انا عندي كل فتره قديش انا عندي النت ريزيرف، بالاضافه انه انا ممكن اطلع على التوتال هذا انه اشوفه انه هو مناسب ولا مش مناسب، تمام. طبعا هنا انا ممكن اخذ بعين الاعتبار عامل ثاني، انه انا ما اعتبرش انه هذا الحل انه هو الحل الافضل. ليش؟ لانه انا عندي الفائض انا عندي 15
بدي اطلع انه انا بدي يكون في عندي فائض معين، بحيث انه لو صار في عندي عطل فجائي انه لا ما يصيرش انا في عندي عجز في الكهرباء، او ممكن اطلع انه لو صار في عطل في الكهرباء ممكن يصير في انقطاع في الكهرباء عادي. طبعا هذا عامل تاني انا بدي اخده في اتخاذ القرار. اخر شكل انه هو ايش غير؟ غير انا عندي هنا صار 100 كروم، انه هو 100 كروموزوم، وانه 0.7، واللي غير انه بدل ما كان 1 من 1000 صار 1 من 100 الكروس اوفر. فبالتالي انا عندي الفترات انه يعني هنا كمان مره 80 90 60 5 70 هذا المطلوب، وهنا الفائض 25، هنا الفائض 25، هنا الفائض 30، هنا الفائض 30. لاحظ انه انا عندي هنا يونت 1 و2، هذول بيحتاجوا يونت 1 انه بتحتاج لفترتين صيانه متتاليات، وهنا يونت 2 هيو تمام بهذا الشكل. طبعا هنا مع الفتره الاولى يونت 1 دخلنا 6 و7 في الصيانه تمام، والمجموع انا لهدول كلهم عباره عن 110. فبالتالي انه بضلني انا بستمر بعمل تونينج وبشوف ايش البيست سوليوشن، انه بعد عدد معين من الاجيال انه هل هو مناسب. اذا صار مناسب خلص بعتمد انه السكيجولينج هذا، وبعتبر انه الجينيتيك الجوريثم هو اللي اوجد لي التوليفه هذه في الصيانه. يعني انه يعني الفتره الاولى عمل يعني صيانه لواحد وستة وسبعة، والفتره الثانيه واحد واثنين، الفترة الثالثة 2 و4، والفترة الرابعة 2 3 و5 بهذا الشكل، او انه بختار اي حل من هدول الحلول بعد ما انا عملت تونينج. فهيك فعليا انه احنا بنكون خلصنا هذا المثال اللي فعلا انه هو ريال ابليكيشن لجدولة صيانة لمولدات الكهرباء في محطة توليد كهرباء. يعطيكم العافية.